حماس عاوزة ضمانة من 4 دول ان هم يشرفوا على عملية السلام دي. مين؟ عاوزين روسيا تشرف على عملية السلام، مصر، قطر، امريكا، تركيا، يعني عاوزين 5 دول كمان مش 4، 5 دول يشرفوا ويضمنوا اتفاقية سلام، لان حماس او يحيى الصنوار مش ضامن قوي الامريكان والصهاينة، فعاوزين روسيا يخشوا في الموضوع هم وتركيا. ده بيدي دور كبير جدا. طيب تاني حاجة، حماس قالت ان الخطة كالاتي او ردها كالاتي، قالت ان الحرب تقف 45 يوم مش 36 زي ما هو كان وصل الاعلام. خلي بالك بقوله لك ده لسه نازل في رويترز. عاوزين الحرب تقف 45 يوم في مرحلة اولى، وهيتم الافراج عن النساء والاطفال. معنى كده ان ممكن يتم الافراج عن مجندات اسرائيليات، يتم الافراج عنهم، كل ما هو نساء واطفال هيتم الافراج عنهم، ماشي، في مرحلة اولى. المرحلة التانية هيتم الافراج عن المجندين، ماشي. المرحلة الأولى دي حماس بتقول إيه؟ حماس بتقول لك وقف إطلاق نار، إسرائيل والجيش الإسرائيلي ينسحب من كل المناطق المأهولة في غزة، يعني أي حتة فيها سكان إسرائيل تتسحب منها، وقف شامل لعمليات القتالية، وقف الاستطلاع بالطيران، مفيش طيران يطير فوق غزة، كل ما هو عسكري يتم إيقافه في غزة. حماس ردها طلبة خطة السلام دي تكون في مرحلتها الأولى وقف شامل إطلاق النار وانسحاب مناطق مأهولة، أما المرحلة الثانية هي الأخطر بقى.